السلام ومرحبا بكم الناس الكل. جيناكم اليوم فيديو جديد باش نواكبوا اهم اخبار محترفينا في الخارج واخبار مواهبنا التونسية سواء البرة ولا حتى في البطولة المحلية. فما برشا اخبار جديدة صارت النهارين هذوما باش نحكيوا عليها، لكن قبل ما نبداو الفيديو ما تنساش باش تعمل جيم باش تعاوننا في نشر المقطع وتعمل سبسكرايب للقناة باش تكون اول من يوصلك جديدنا. اولا لابد باش نقوله مبروك والف مبروك للهلال الرياضي الشابي، رجوع للرابطة المحترفة الاولى ومرة اخرى ينتصر الحق على الظلم ولا يضيع حق وراءه طالب. نتمنوا ان شاء الله للشابة موسم متميز ونتمنوا لها التألق وان شاء الله تبرهن انها تستحق تكون في الرابطة الاولى من غير مزيد حتى حد. ورغم رجوع هلال الشابة الى الرابطة الاولى الا انه الجامعة التونسية لكرة القدم تحب تاكلها في حقها وفي فلوسها، وهذا بمصادقة الجمعيات المتواطئة مع وديع الجري مع قرار عقوبة الشابة وتجميدها. ولهذا باش تلتجئ الشابة مرة اخرى للطاس وان شاء الله يكون مرة اخرى انتصار للحق على الظالم والمتغول ومفسد كرة القدم التونسية السيد وديع الجري. وفي إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الإفريقي، فريق اتحاد بنقردان يبدأ مشواره بانتصار أمام نادي الشرطة من النيجر، وذلك بنتيجة 3-1 في انتظار الحسم الأسبوع القادم في لقاء العودة. خبر اللولي هم إمضاء المدافع المحوري هاني عمامو ليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 مع النجم الرياضي الساحلي بعقد يمتد لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي سفاكس. لاعب هذا متكون في أصناف الشبان مع نادي سبورتينج المكنين، وبعدها انتقل مع النادي سفاكسي وتوج للنجم الساحلي، حيث غاب اللاعب عن الملاعب لفترة طويلة بعد خلاف مع الهيئة المديرة لنادي عاصمة الجنوب حول تمديد عقده ومستحقاته المالية. وفي الحقيقة اللاعب هاني عمامو هو لاعب محوري ممتاز جدا، لاعب أنيق رزين على الملعب ويعرف شنو يعمل. رغم صغار سن اللاعب هاني عمامو إلا أنه عنده ثقة في روحه ومتمكن من المركز متاعه ويلعب في كرة نظيفة برشا. إذن اللاعب هذا هو مكسب كبير في دفاع النجم الرياضي الساحلي، وبالطبيعة باش يقدم الإضافة المرجوة والمطلوبة للفريق. نتعدوا طول مواهبنا المحترفة بالخارج ونبدأ بحنا باع المجبري اللي تلاقى بزميله عمر رقيق في مباراة فريق مانشستر يونايتد تحت 23 سنة ضد فريق أرسنال، حيث أنه اللاعب حنا باع المجبري هبط ستوري على صفحته الرسمية بالفيسبوك تتضمن مصافحته لزميله عمر رقيق وتحمل علم تونس باعثا برسالة إلى جماهير تونسية بأنهما مستقبل المنتخب التونسي، مما يبين أيضا فخره بالانتماء للمنتخب التونسي واللعب تحت راية تونس العزيزة. بالنسبة للمدافع الدولي التونسي محمد دراجر، بعد عودته من طرابلس المنتخب الوطني التونسي يخضع حاليا الى فترة الحجر الصحي، وبالتالي فقد غاب عن مقابلة فريقه الجديد تونينغهام الذي انهزم 2-1 امام كارديف في اطار الجولة 5 من دوري الانجليزي. اللاعب الدولي حمزة رفيع لاعب يوفنتوس الايطالي والمعار لفريق ستاندرد ليج البلجيكي في مباراة ضمن الجولة 7 من الدوري البلجيكي ضد فريق سيرينغ يونايتد، والتي انتهت بفوز فريق ستاندرد ليج البلجيكي بنتيجة 1-0، كان قد شارك فيها لاعبنا الدولي كاحتياطي ودخل في الدقيقة 65 وتحصل على معدل 6/10. كذلك ضمن الجولة 7 من الدوري البلجيكي، فريق زولت فريخيم انقاد إلى هزيمة في أواخر المباراة ضد فريق سيركل بروج البلجيكي بنتيجة 4-2، وكان المهاجم بسام الصرافي قد شارك كأساسي وخرج في الدقيقة 72 وكان قدم مردود جيد وتحصل على علامة 7.7/10، حيث أنه الصرافي كان قد صنع زوز أهداف لفريقه في الدقيقتين 35 و49 من زمن المباراة. كذلك ضمن الجولة 5 من الدوري الفرنسي، فريق اف سي ماتس ينقاد الى هزيمة مفاجئة على ميدانه امام ضيفه تروا بنتيجة 2-0، حيث شهد المباراة مشاركة المدافع الدولي التونسي ديلان برون، وقد كان قائدا لفريقه ولعب مباراة كاملة وتحصل على تنقيط 6.8/10. في الجهة المقابلة اللاعب الدولي يوان دوسكار كان اساسي في هجوم تروا وخرج في الدقيقة 66 وتحصل على تنقيط 6.5/10. نبقوا نحكيو في الجولة 5 من الدوري الفرنسي، حيث ان فريق سانت اتيان كذلك تعرض إلى هزيمة على أرض مضيفه فريق مونبيلي بنتيجة 2-0، والفريق في المركز 19 برصيد 3 نقاط. اللاعب الدولي وهبي الخزري كان قد شارك أساسي وتم استبداله في الدقيقة 77 وكان تحصل على علامة 6.4/10. أيضا فريق كليرمون فوت ينقاد إلى هزيمة عريضة أمام مضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 4 أهداف نظيفة، وكان اللاعب الدولي سيف الدين الخاوي شارك في المباراة كاحتياطي ودخل في الدقيقة 62 وتحصل على تنقيط 6.9/10. ينقاد كذلك فريق نيور إلى هزيمة قاسية 4-0 أمام فريق أوسير في مباراة ضمن الدرجة الثانية من الدوري الفرنسي، حيث كان لاعبنا الدولي معتز الزمزمي الذي ينشط في صفوف نيور قد شارك كأساسي في المباراة وخرج في الدقيقة 79 وتحصل على تنقيط 6.7/10. يذكر كذلك أن لاعبنا الدولي محمد بن فرج لاعب أوسير واللاعب السابق لمارسيليا الفرنسي قد بقي مقابلة كاملة على بنك البدلاء.
نمشيوا للدوري الألماني. في مباراة ضمن الجولة الرابعة تعادل فريق كولن الألماني مع فريق فرايبورغ بنتيجة 1-1، حيث بدأ اللاعب التونسي الياس خيري على بنك البودلاء وتخلف الدقيقة 62 وتحصل على تقييم 6.6/10، ويذكر أن فريقه في المركز السابع برصيد 7 نقاط. ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، مرة أخرى فريق ساليرنيتانا يتعرض إلى هزيمة عريضة، وهذه المرة أمام تورينو بنتيجة 4-0، جعلت الفريق في المركز الأخير برصيد 0 من النقاط، وكان شارك في المقابلة المدافع الدولي التونسي وجدي كشريدة والظهير الأيمن السابق للنجم الرياضي الساحلي كأساسي، ولعب مقابلة كاملة في مركز وسط ميدان على الجهة اليمنى، وكان تحصل على علامة 6.8/10 كأفضل لاعب في فريق. بالنسبة للجولة الرابعة من الدوري التركي، نادي مالاتيا سبور ينقاد إلى هزيمة أمام مضيفه نادي بيشكتاس بنتيجة 3-0، والفريق في المركز التاسع برصيد 6 نقاط. شهدت المقابلة مشاركة المدافع الدولي التونسي وسام العدادي كأساسي مقابلة كاملة في مركز وسط الميدان على الجهة اليسرى، وكانت تحصل على تقييم 6.6/10. ضمن الجولة الأولى من الدوري القطري، بداية كانت قوية من جانب فريق التحيل الذي انتصر على ملعب نادي الخور بنتيجة 4-0، وكان لاعبنا الدولي فرجاني ساسي قد شارك في المقابلة كأساسي وخرج في الدقيقة 70 من زمن المباراة. من جهة أخرى انتصر النادي العربي خارج ملعبه أمام نادي الوكرة بنتيجة 1-0، والدولي التونسي يوسف المساكني كان قد شارك كأساسي وخرج مع نهاية الشوط الأول. بالنسبة للجولة الرابعة من الدوري السعودي، نادي أبها ينقاد إلى هزيمة ثقيلة أمام مضيفه نادي الاتحاد بنتيجة 6-0، والفريق في المركز 11 برصيده 4 نقاط، حيث أن لاعبنا الدولي سعد بكير كان قد شارك كأساسي وقائد فريقه وسجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 42 من زمن المقابلة، وتم استبداله في الدقيقة 84، وكان قد تحصل على تقييم 7/10 كأفضل لاعب في صفوف فريقه. ومن جهة أخرى انتهت مباراة الاتفاق ضد نادي الرائد بنتيجة 2-2، وشهدت قبل عودة الدول التونسي نعيم السليتي بعد التعرض لإصابة، حيث دخل وشارك في المباراة في الدقيقة 79. إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، إن شاء الله في فيديو قادم، شوفوكم على خير.